السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا حل مشكلة تسجيل تطبيق الأرقام الجورجية. طبعا التطبيق حذف دولة بولندا وبعض الدول العربية زي دولة اليمن. طبعا الحل إنك تروح تبحث على أرقام من مواقع وتسجل في التطبيق. طبعا أنا جربت الأرقام الأمريكية من بعض المواقع شغالة، والأرقام الفرنسية أيضا شغالة، وجبت لكم هذا الموقع على شكل تطبيق يوجد فيه مجموعة من الأرقام الأمريكية. تابعوا مع الفيديو للنهاية.